انا عايز اعمل كويك سيت اب للسنترال باناسونيك 824 من البي سي في اقل من دقيقتين. انا بدخل على البي سي بروجرامينج بالديفولت باسورد 1234 عن طريق وصلة اليو اس بي، وبشوف يوتيليتي بلاقي فيها كويك سيت اب. هنا هعمل الخطوات المهمة في السنترال بسرعة، وبعدين بعد كده الخطوات الباقية تبقى تعديلات بسيطة. أول حاجة هو بيسأل Automatic Configuration for CO-Line Type، يعني أنا لو حاطط الخطوط الخارجية متوصلة على السنترال هو بيديتكت أصلا هي DTMF ولا بلس. تمام، بختار Next. في الشاشة دي بحدد مين الأوبريتور، وأنا عندي متاح الـ 24 جاك ان هما يبقوا اوبريتور، مش لازم جاك 01. والاكسس كود بختار ان كان الاوبريتور ب9 وصاحب الخط ب0، او الاوبريتور ب0 وصاحب الخط ب9، وده المفضل بالنسبه لنا. وبختار لو انا هرقم الخطوط من 100 ل199 على بلان 1، او من 100 ل499 على بلان 2، او من 10 ل34 على بلان 3. Next. Extension name انا ممكن اغيره من هنا، اي اختيار عندي حسب البلان اللي انا اخترتها، وكمان ممكن اكتب الاسم لاي extension انا عايزه. بعد كده بيجي لصفحة الاجراس، وكل خطوط التمانية باي ديفولت بيرنوا على 24 extension، وده زي ما قلنا قبل كده اختيار سيء جدا، لازم في البداية الغيهم تماما، واخش انا اعمل رينج اساينمنت بعد ما ابدا البرنامج، سواء من العده من التليفون يعني الرئيسي او الاوبريتور او من البي سي. الداتا تايم والباسورد الجديد لو انا عايز اغير الباسورد، انا طبعا بحافظ على الباسورد زي ما هو ما بغيروش. فينيش اوكي. Quick stop completed.